السلام عليكم وحياكم الله في فيديو جديد. واليوم بنلعب لعبة تاريخية. اوكي. مثل ما يقولون الذهب ما يصدي. وهذا اللعبة ذهب. سوبر فولي بول اللي كانت على السيجا. انت لعبتها صالة؟ اي من زمان لعبتها. ايه اليوم انا وفهد بنتحدى في اللعبة دي. هذه اللعبة شيء ثاني، كانت فيها تحديات تقوم فيها الجنان. صح، بس قبل ما نبدا اشتركوا بالقناة، تبتشوا عندكم الجرس اضغطوه عشان تشتركون في القناة. ايضا هذا راح يكون احتمال، يعني احنا قلنا نجرب انا وعمران فكره ان نجيب لكم العاب قديمه حلوه لعبناها ونوريكم اياها ونشوف اذا عجبتكم الفكره. جت لايكات كثيره لها وتحمستوا، بنخليها سلسله. شو اسم السلسله بتكون عبد عمران؟ العاب ذهبيه. العاب ذهبيه فعلا فعلا، مو طيبين ذهبيه، لان احنا نبي برضو الناس الجداد يشوفوا الالعاب، مو بس الطيبين. الحين بيقوم الجل. يلا انا باخذ فريق اليابان. انا باخذ روسيا. وتشينو جابان. جابان مين والله يلسعونك الروس؟ ايه اصلا عندهم شيء اسمه يسار روسي. يسار روسي؟ انا سامي، انا سامي كل عندي وكالات سيارات زادق اسمه. هذا عندي امسك، هذا يسار روسي. هيا ايوه وين يسار روسي؟ توني جبت لك اياه. اوه كابتن كابتن كذب. ازعل منك صديق. ازعل منك. اسفي صديق. انا والله غلطت والله غلطت. يس يا اخي الله يفشلك. ايبون الله يفشل. سوزوكي دباب. سوزوكي والله انه اليابانيين. اه راح يرسل كمان. اي خذها. يلا الحين نبدا. تعال صار ابا 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 كنت مجهز لها. امسك امسك امسك. جلد جلد. لا لا انت انت حتى اسمه مكان سوروك. شو اسوي؟ امسك عادي. لا عمران والله ضغط والله ضغط. كيف هذا كانت فوق اكس تحت فوق؟ ايوه بعد ما يرز بعد ما يدق الدقه الثانيه تحول الى تحت. يلا يلا الحق الطويله. ها الحق ابى اخسرها بسرعه. تحركت شويه كنا ما ادري عنها والله ما ادري عنها. يلا يلا يعني كمل الرساله مره بعيده مره بعيده. يلا يلا اوبا. وش ما تنسبني ذي والله تجليه. طيب كيف حق كذا اشي صح كذا فوق بعدين تحت. ما صارت. لا تعلق. سبال تعلق. علقت عليه على الاكس. انت علقت. ايه يلا يلا. ايه اكبس اكبس يا اخي والله اني والله استقبلت هوندا. استقبلت سيارة دبابات. يلا فوق اكس علق عليه الاكس وخليك معلق عليه دائما لا تشيل اسمه. اه اوكي اوكي كذا. ايه. بعدين اضغط ايه بعدين اضغط ايه بعدين غيره لتحت بعدين اضغط ايه. اوكي كذا. ما تجي ما تجي. لا انت ما زبطت اصلا. ما تجي عمره. اي اي يس والله مدافع. ورينو تنسى مين؟ تنسى مين؟ تنسى مين؟ تنسى مين؟ تنسى مين؟ تنسى مين؟ ما بطرتهم زين هذول اليابانيين. تمه يلا هذا الكبس الصح. هذا الكبس. ايوه هذا 100 100 ما بك كذا. يلا بعد ثانيه. يلا 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 امسك هوبا ان شاء الله فوجو برا لسه باني ايش على برا على الخط. حكم انت انت دا مشاري الحكم بخاري صح؟ ما ادري في قانون الطائره. انت مضبط الحكم بخاري مضبط من يوم. اه لا 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 لا, لا. اوكي على الخط يعتبر انت ترى. ها شلون عمران فوق علق على الاكس. ايوه اكس بعدين حول على اكس اول علق عليه. علق عليه دائما دائما عليك الاكس دائما. اكس ما راح افكه بعدين الحين علق على فوق. ايوه بعد ما تضغط ايه حط على تحت بعدين اضغط ايه معلق عليه برضه. ايوه ايوه قرادة هي. لا عندك مشكلة انت. ودخلت ترى. يلا جرب مرة ثانية فوق وحولها كذا على طول تحت انت لا تستنى. طيب. حولها على طول. انجل. عشان كذا صارت. يس. ما قدرت اصلي. ايوه. والله صعبة. يلا. والطويلة ذيك شلون؟ فوق خليك دائما معلق على فوق. بس أوكي. ارسل وارسل. مع اكس ولا من غير؟ من من مع اكس اي. والله. كانت تجي. كانت يا اخي تقهر اي تقهر انها سريعة لما تنزل. يلا تعادل الحين. يو هدف النشرة. لا والله ما ابغى امسك. يلا يا شباب يلا بالله. علينا عمران. لا 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 كويس يا ربي كويس بس ما جاء الحمد لله. ما يحسب لسه ما تنحسب بعدين انسى ينحسب. اتزاك يلا 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 عمران يلا 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 اكبس على عينه اكبس على عينه. ليه ما بكذا؟ فزت بالنشرة الأولى. يلا النشرة الأولى. إيه. باقي هذا باقي باقي. يلا يلا. باقي واحدة. يلا. نو.
مسكه ماني ما زبطت. واطق قد كنت كنت نو 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 يا اخي تايمينج هذا ابو كلب. اليابانيين فاضيين زمان ما كانوا كويسين يا ربي. هذا صح 14 14 يعطيني انترتين قدام والله. ايه زي التنس برضو نفس الفكره. اوكي فاهم. يلا مازدا لازم ولا لا استهبال حطينا سامي سيارات لسه هيجيك والله استهبال اقسم بالله استهبال ذالي ريسست. وش ذا؟ يمكن كان اساميهم فعلا زي كذا. ايوه طلعت اللاعب حقك برا انت مبسوط يا عمي خكاري اللي معاي والله تعبانين زمان كانوا ضعاف مو ذا. ايوه ما ايش امسك خذ ليه يا. لا ليش كيف الدلع حقك يا سلام عليك يوه والله تايمينج والله مكشوف زادق. يلا اوكي يلا برسل لك رسالة عادي اذا انت امس خير ضيع. لا يا ربي يلا لا هذا اجل ما فيها رحمة خنوق. يلا هلا بقى ما عندك عطني مستوى صعب انا اتحمس تعرف. ايوه كذا ايوه اوكي يعني مشكلتي التايمينج انا. يا سلام عليك يا سلام دار طيب قالوا من انت قاعد تلعب اللعبه قبل ما العب انا اليوم. ايوه صح انت تدرب قلت له تدرب بس مو راضي قاعد اشتغل في الفيديو خل على ربك. يلا لا وين خوي ذا تعال صديق. لا ما ابغى زي كذا. اوكي اها انت يا ربي الله غلط فيا. لا ما المفروض خسول هوندا. لا هوندا طب عندك اي هوندا في ستريت فايتر ليش قلبت على دوري العنصري؟ لا مو كذا قصدي بس انه ارخص له ارخص له اوف. يا سلام يا سلام. لا ما في كده. اوه على الكبسه والله تفقع وجهي. يلا والله الكبس مو بصاحي يا اخي اغنيه طفشت منها ام عمران صدعت راسي. ما تزعل منها بي. هي هي كيف مره واحده بالماء مره واحده بالست بس يعني بالشو انا احب اسوي كبيره لازم اخلصك باخذ الست الثانيه. تمام تمام. سلام عليك غصب عنك انير نو رد الصعب وفي السهلة سام. اوكي الشوط الثاني بس اصلا سيجا جهاز غبي سوبر نتندو حد على سوبر نتندو واحد يصرف. يلا يلا الله تفقع وجهي. يلا عمر تعرف ما احب كورة انا صحيح. يلا لا لا بداية يا ربي. يلا يلا مبسوط انا قاعد تفوز علي. ها يس اوكي يلا يلا هذه تصدق. يلا تقدر علي تقدر. يا سلام. اوه لا لا تبن كيف تخليهم يعلقون انتم فوق؟ لا ما اعلقهم انا وقتهم صح بس هو توقيت ترى كله عن التوقيت. يلا طيب يبا ايوه الله ضيع. يلا اوكي برحمك الحين. لا لا ترحمني لا جلدني لا 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 هذه قويه ترى مره قويه ما اخليها ما العب زين ما في. يلا احنا كابتن ماجد انتم 14 10 هو تبن كتفي عورني كذا عرفت. ايوه قوي قوي شدت عليك صفر على الصفاري عاد انا احب الحماس. خسرنا روح بيوتكم. يلا يا يابانيين روح كل شيء طق وجهي عمران 3-0. وش الروس ذولي ما يرحمون. هذه كانت التسعينات كانوا هم اقوى الناس. هذه كانت اللعبه طبعا استعرض مالكم اياها بشكل مبسط ان شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم. قولوا لي عجبتكم الفقره هذه قولوا لنا اذا تبون برضو العاب ثانيه كثيره. هم يقدروا يختارون الالعاب صح اي اكتب في الكومنت صح اكثر واحد ياخذ عليه لايكات ينزل له اللعبه. تحت بالكومنت اكتبوا اللعبه اللي تبونها بس احلى نفاجئهم احنا بلعبه عرفت كذا نفاجئهم مره ناخذ من عندهم. صحيح كم معكم بعد الشيحه عمران الحاج اللي فاز عليه اليوم. يعطيكم العافيه مع السلامه. في اونلاين مين يتحداني؟